دكتور، يعني استنبط شعار لهذا الحدث: المستقبل في يد السعداء. هل تتفق معي؟ 100%. المستقبل في يد السعداء الذين وبالذات الحكومات التي ترعى إسعاد شعبها، والتي خطط مبكرا لهذا مثل هذا الموضوع. وأعتقد ربما نحن من الناس المحظوظين بقيادتنا الرشيدة ومحسودين عليهم، لأننا سبقنا الآخرين وسبقنا يمكن العالم أجمع بتعيين وزيرة وخطط ومؤشرات للسعادة. فاليوم في المحاضرات في المؤتمر تتكلم عن الحكومات التي تستطيع أن تسعد شعوبها، تلك الحكومات القابلة للاستدامة واللي تستطيع أن تؤصل مثل هذه العملية كمؤسسة، تستطيع أن تقود وتكون محط أنظار العالم.